كيف بالإمكان فهم هذه الاستدارة في مواقف الصدر تجاه الانتخابات المنتظرة، من إعلان المقاطعة لها إلى إبداء الاستعداد للعودة إليها الآن وإن بشروط؟ نعم، في البداية تحية لك سيدي مرحبا وإلى بك. المشاهدين الكرام وللأخ دكتور رعد. حقيقة الأمر كل من يتابع مواقف السيد الصدر ربما يكاد يختلف عن كثير من القوى الشيعية. هو يؤمن بضرورة العودة إلى مفهوم الدولة في وقت كان هنالك تصريحات له لبعض الفصائل، بل إنه كان يصفها بعبارات قاسية في هذا الإطار حينما كان يصفها بالميليشيات الوقحة. ربما يكون هذا أثار أقرب الفصائل إليه، وحتى ما كان ينتمي إلى طبيعة عقيدة والديه السيد محمد صادق الصدر في هذا الإطار. إضافة إلى كل هذا أن السيد مقتدى الصدر طوال الأيام الماضية، ودعني أكون أكثر دقة، الأسابيع الماضية كانت هنالك دعوات لإثنيه عن موضوع المقاطعة، وحتى الاجتماع الأخير الذي دعا إليه السيد رئيس الوزراء وحضرته الكتل السياسية كان هنالك تأكيد بضرورة إقناعه للعودة للمشهد الانتخابي. هذا كله جعل السيد الصدر أن يدرك تماما أنه بين خيارين أحلاهما مر: المقاطعة لهذه العملية في ظل طبيعة السلاح الذي يشكل تهديد، يشكل كيان موازي للقوات النظامية هذه أولا، وبالتالي حتى يشكل تهديد للعمل السياسي هذه مسألة، أو يعني حقيقة عدم المشاركة التي ستفتح الأبواب لعودة العسكر القديم مرة أخرى، وبالتالي سيكون هناك خسارة. وعلى هذا الأساس هو صاغ هذه يعني حقيقة الشروط والاشتراطات كجزء من عملية الضغط في هذا الاتجاه على كل القوى التي تريد أن تحدث تغير في المشهد الانتخابي من خلال نتائج الانتخابات.